المغرب ينتظر خطوة كبيرة من إسبانيا. قالت صحيفة ABC الإسبانية في تقرير حول العلاقات المغربية الإسبانية يوم الخميس إن الرباط لا زالت تنتظر خطوة كبيرة من مدريد من أجل تطبيع العلاقات من جديد بين الطرفين، وهذا هو السبب الذي يقف وراء عدم استئناف البلدين للعلاقات الطبيعية بالرغم من تبادل إشارات إيجابية عبر تصريحات مسؤولي إسبانيا والمغرب. وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه بالرغم من انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا إلا أن مسؤولي البلدين لم يتواصلا إلا في مناسبتين، الأولى في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس مع نظيره ناصر بوريطة في 21 سبتمبر، ثم الاتصال الثاني كان بين الطرفين أيضا عندما اتصل بوريطة بألباريس واعتذر له عن عدم المشاركة في منتدى الاتحاد من أجل المتوسطة ببرشلونة في 28 نوفمبر. واعتبرت الصحيفة الإسبانية أن هذا كل ما حققته إسبانيا من التقارب مع المغرب بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية، غير ذلك فإن العلاقات لازالت معلقة بين الطرفين حيث لازالت السفيرة المغربية المعينة لدى مدريد لازالت في العاصمة الرباط ولم تعود لحد الآن إلى منصبها. وقالت ABC أن الرباط تنتظر تحركا إيجابيا يتمثل في خطوة مهمة وكبيرة من طرف إسبانيا لصالح المغرب من أجل أن تعود العلاقات إلى طبيعتها السابقة من قبل أن تقدم إسبانيا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء مثل ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في دجنبر الماضي خلال فترة دونالد ترامب. نشكركم على حسن المتابعة.